حلقتنا. بيبو معلش يعني طبعا احمد مهيب من اللعيبه اللي كان مهم جدا نسمع. انت ايه رايك شفت المباراه اول امس؟ اه طبعا. ايه عجبتك فيه قول لي؟ عشان زي ما بنقول لعبه الباسكت ما بتخلصش غير في اخر سنه. دي علمتك كده؟ هي الباسكت كده ما فيهاش غير كده. يعني انت مش ماتش لغايه اخر ثانيه مش هترمي الفوطه ابدا ابدا. يعني مهما حصل يا بيبو ومهما الماتش راح وجه وطلعنا ونزلنا وصلنا للتعادل بعد كده عليوا علينا وبعد كده احنا جبنا ثاني. الباسكت دايما في اخر ثانيه، عمره الماتش ما يخلص غير في اخر ثانيه في الباسكت. برافو عليك برافو عليك. علي برضو نفس القصه، انت اتفرجت على الماتش اول امبارح؟ اه اتفرجت. اتعلمت يعني ايه؟ قول لي. ان هو النادي الاهلي كده، يعني النادي الاهلي بيفضل يلعب لحد اخر ثانيه، مفيش ماتش الاهلي بيسلم من الاول. صحيح، هي دي يعني دي روح النادي الاهلي، يعني ما تلاقيش اي فرقه تانية كده. صحيح صحيح.